ونعم ونعم. ألو، ولد الضبع. ولد الضبع؟ إيه ولد الضبع، بشحمه ولحمه. اتصلت لك لأجل أقول لك إن اللي تدور عليها موجودة عندي. إيش تقصد؟ البنية. قمر، قمر عندك؟ إيه عندي. إذا ما تريدها تنذبح تعال بنفسك وخذها، وهات رجالي الذي انقبضت عليهم. اسمع، أنبه عليك، ما حد يدري باللي قلته لك. وإن فكرت تلعب على ولد الضبع حينها أقتل البنية. اسمع، هذا رقمي عندك ومنتظر منك الرد. ألو ألو. طيب يا ولد الكلب، طيب. حابس مصيبة، حابس مصيبة. الله يجيرنا من المصاعب. وش في؟ اللي كنت تقول عليه حابس حصل. وش اللي حصل؟ وش هو؟ ولد الضبع، ولد الضبع يا حابس. خطف قمر يا حابس. خطف قمر؟ كيف دخل الديرة؟ كيف دخلوا؟ ما حدا شافه، وأنا محرس على الرجال إنهم يحرسوا وينتبهوا وخليهم حذرين. مش وقت الكلام هذا يا حابس، لازم قمر ترجع يا حابس. خلاص خلاص يا شيخ، لا تشيلهم. بالغد باخذ الرجال وإن شاء الله ما عاود إلا والبنية معي. إيش من غد؟ ولد الكلب هذا قال إذا ما بديناش اليوم هذه الرجال حقوا قطع الطرق بيذبح قمر يا حابس. إيه أفا، والله أنها مشكلة كبيرة. يبانا نترك قطاع الطرق وإحنا ما إحنا مصدقين يالله قبضنا عليهم. اسمع يا حابس، قمر لازم ترجع بأي ثمن. أقول لك خلاص، أنا باخذ قطاع الطرق واطلق، وإن شاء الله ما عاود إلا والبنية معي. هذا الكلب قال لازم إننا أجيب نفسي استلم قمر. أقول يا شيخ، والله لو تنطبق السماء على الأرض ما خلك تروح لحالك. ولد الضبع غداء وما حدا يستأمن فيه. من نعم فيك يا حابس، والله أنك نعم الأخ. أنت يا حابس أخي اللي ما ولدت أمي. والله لي الشرف وما عليك زود. أجل يا شيخ شاهي. أقول اسمع يا شيخ. يا حابس، أنت بتمر من هنا للمكان اللي قال لك عليه ولد الضبع. ترى ولد الضبع ذا غدار، أعرفه أنا، وأنا بلف من هنا لأجل شيء غدر عليك ولا شيء. أنا بكون حاميك من ظهرك، أعرفت؟ حفظك الله يا حابس. أمين وإياك، ذا واجب. وإن شاء الله بإذن الله أن احنا نعاود بالبنية، وإن شاء الله بولد الضبع، حي ولا ميت إن شاء الله. إيه لأجل يعتلي مقامك عند القبائل إن شاء الله بإذن الله تعالى. خدمة ولا شيء لك يا شهيد. حفظك الله يا حابس. أمين وإياك. أنت فعلا أخ وسند. الله معاك، الله معاك يا أخوي. يلا فمان الله.